الدرس ده هنتعلم خواص نستخدمها في الورك بوكس الكبيرة، مثال تجميد خانات وتقسيم الورك شيت وإخفاء وإظهار بيانات، ضبط عناوين للطباعة، تقسيم الصفحات للطباعة، التحرك بين عدة ورك شيتس وطباعتهم. إزاي أقدر أشوف الأجزاء المختلفة لورك شيت كبير؟ أحيانا تكون البيانات في الورك شيت كتيرة جدا، ويكون الصف الأول أو العمود الأول في عناوين الجدول. كل ما أتحرك في القائمة أو الجدول علشان أشوف بيانات أكتر، تختفي العناوين اللي بتميز البيانات بتاعتي. إكسل بيقدم لي خاصية بيها أقدر أثبت العناوين مهما تحركت البيانات. الخاصية دي اسمها freezing، يعني تجميد. لو أنا عاوز أعمل freezing لرو بحيث ما يتحركش من الشاشة، أختار الرو اللي تحته، ولو عاوز أعمل freezing لكولن أختار الكولن اللي على يمينه، ولو عاوز أعمل freezing للاتنين أختار السل اللي لتحت وعلى اليمين. بعد عملية الاختيار أروح للview tab، ومن الويندو جروب أختار freeze panes. مثال في الجدول اللي قدامي، عاوز يكون عندي إمكانية إني أستعرض بيانات الجدول سواء لتحت أو لليمين بدون ما يختفي الصف رقم 5 أو الكولن A اللي فيهم عناوين الروز والكولنز. في الحالة دي هختار أول خلية لتحت وعلى اليمين بالنسبة لتقاطع الصف والعمود اللي عاوز أعمل لهم freezing، يعني الخلية B6. بعد كده اختار الفيو تاب، ومنها ادوس زرار فريز بينز. تنزل لي قايمة اختار منها فريز بينز. لو حبيت في اي وقت الغي عملية الفريزنج بروح لنفس الزرار فريز بينز، لكن بلاقي ان الاسم الاولاني اتغير وبقى انفريز بينز فبختاره. عادة لما أعوز أشوف أجزاء متباعدة من الورك شيت، أتحرك باستخدام شريط السكرول بار وأدوس على الأسهم للتحرك لفوق أو لتحت، لكن أحيانا أحب أشوف جزئين متباعدين تماما من نفس الورك شيت وفي نفس الوقت، فبستعمل خاصية السبليتنج اللي بتقسم لي الورك شيت على الشاشة فقط لجزئين، بتحرك بكل واحد منهم على حدة، لكن كل اللي بعمله فيهم بيتحفظ في ورك شيت واحد. علشان أقسم الورك شيت على الشاشة في طريقتين، الأولى باستخدام السبليت بوتن من على الفيو تاب، بيقسم لي الشيت لأربع أجزاء ويبقى عندي أربعة سكرول بار، وألغي الخاصية بإني أدوس تاني على نفس الزرار. الطريقة الثانية هي باستخدام زرار صغير جدا من أعلى شريط التمرير الرأسي Vertical Scroll Bar. الزرار ده اسمه Split Box، موجود فوق السهم العلوي لشريط التمرير. لما الماوس بيجي فوقه بيتغير شكل المؤشر، فأدوس وأسحب بالماوس للمكان اللي عاوز أقسم الشاشة عنده. لما أحب ألغيه مجرد أعمل دبل كليك على الخط الفاصل ترجع الأمور لأصلها. لو عاوز أعمل فاصل طولي بستخدم نفس الطريقة، لكن من خلال السبليت بوكس الموجودة في أقصى يمين شريط التمرير الأفقي الهوريزونتال سكرول بار. أحيانا أكون عاوز أركز شغلي مؤقتا على جزء من الوركشيت، وبالتالي أكون محتاج أني أداري بعض الكولمز مؤقتا وأظهرهم تاني لما أحتاجهم، زي ما تعلمنا أي أمر بيتنفذ على الجزء اللي بختاره.
بالتالي اختار الاعمده اللي عاوز اداريها باستخدام الماوس، ادوس على الكولون ليبلز، ثم اروح للسيل جروب في الهوم تاب وادوس على زرار فورمات، ومن القايمه اختار هايد اند ان هايد، ثم من القايمه الفرعيه اختار هايد كولونز للاخفاء. لو عاوز اخفي صفوف بستخدم نفس الطريقه واختار هايد روز. الطريقه البديله هي اني اعمل رايت كليك بالماوس واختار هايد من القايمه اللي هتظهر. علشان اظهر صفوف او اعمده اخفتها بختار واحد قبل زائد واحد بعد اللي اخفي، لان اللي اخفيته ما بقاش ظاهر قصادي. بعد ما اخترت اروح لنفس القايمة وادوس unhide. ممكن كمان نخفي ورقة عمل كاملة worksheet. ازاي؟ اول حاجة بختارها، ثم من زرار format اختار hide and unhide، ثم اختار هايد شيت من القايمة الفرعية، أو أعمل رايت كليك على الورك شيت وأختار هايد. ده منظر ورقة عمل أخفينا فيها بعض العواميد. لو بصينا فيها على الكولن ليبلز ألاقي كولن A ثم بعدها كولن F مباشرة، وبينهم في خط بولد. ده معناه إن العواميد اللي بينهم B و C و D و E هي مخفية، يعني hidden. من المؤكد ان شريط الريبون بياخد جزء من ارتفاع الشاشة، احيانا اكون محتاج له علشان اظهار قدر اكبر من بيانات الوركشيت. في الحالة دي اقدر اخفي الريبون مؤقتا باني اعمل دبل كليك على اسم اي تاب فيه، الاقي شريط الريبون بينكمش الى مجرد اسماء التابز. اي واحدة اشاور عليها تتفتح وتبين محتوياتها للحظات ثم ترجع تنكمش تاني. في طريقة تانية لاخفاء الريبون، باني ادوس على الزرار الصغير اللي على يمين الكويك اكسس تول بار، ومن القايمة اعلم على اخر امر مينيمايز ذا ريبون. علشان ارجع الريبون لوضعه الطبيعي بستخدم نفس الطريقتين.